بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد، من الوعيد الشديد وبيان حكمهم. فالقدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى في الأجل وكتبه في اللوح المحفوظ مما يجري في هذا الكون من أول الخليقة إلى آخرها، فما يجري شيء إلا وقد قدره الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى. والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي وردت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مجيء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله وأصحابه حاضرون كما يأتي. فهو أحد أركان الإيمان الستة، من لم يؤمن به فقد جحد ركنا من أركان الإيمان، ومن جحد ركنا من أركان الإيمان لم يكن مؤمنا. فالقضاء والقدر من أفعال الله سبحانه وتعالى وتدبيراته، قد ذكر العلماء أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى أن الله علم كل شيء في الأجل قبل أن يخلق السماوات والأرض، علم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية أنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فما من شيء يقع إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة أن الله شاء حدوث هذه الأشياء، حدثت ووقعت بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة خلق هذه الأشياء التي تقع، أنها كلها خلق لله، كلها خلق لله جل وعلا. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن هذه المراتب الأربع، من جحد واحدة منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. وكان الصحابة رضي الله عنهم لم يحدث عندهم شيء أو إشكال في هذا الأمر، ولم يبحثوا فيه بقوة إيمانهم واعتمادهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركهم للبحث فيما لا فائدة لهم فيه. ولكن في أواخر عصر الصحابة نبتت نابتة في العراق أنكرت القضاء والقدر، ومن أولهم معبد الجهني، عمرو بن عبيد وغيرهم من أقطاب القدرية، ورث هذا عنهم المعتزلة، ورثوا هذا المذهب الخبيث. فأنكره من حضر من الصحابة كما يأتيكم في الباب، أنكروا هذا المذهب الخبيث، ولكنه نما وترعرع وتبناه من تبناه من الأشقياء، وباءوا بالخسران المبين ولم يتوصلوا إلى شيء، وليس لهم من حجة يعتمدون عليها لا من الكتاب ولا من السنة، بل الحجج ضدهم. ولكن يقولون: كيف إن الله يقدر الكفر والمعاصي ويعذب عليها؟ هذا بزعمهم ظلم من الله تعالى الله عن ذلك، لأنهم لم يفهموا أسرار الله جل وعلا في خلقه. فنقول لهم إن الله لا يعذب على القضاء والقدر، إنما يعذب العباد على أفعالهم،
التي فعلوها باختيارهم وإرادتهم، فهم فعلوا الكفر بقدرتهم وإرادتهم، وفعلوا المعاصي والسيئات بإرادتهم واختيارهم ومشيئتهم، لا أحد أجبرهم عليها، وهم يقدرون على تركها، يقدرون على تركها ويقدرون على فعل الطاعات، فالله لا يعذبهم على القدر وإنما يعذبهم على أفعالهم، فيجازي المحسنين بإحسانهم ويجازي المسيئين بإساءتهم، ولا يعذب أحدا على غير فعله، ولا يعذب أحدا على فعل فعله بغير اختياره، المكره لا يعذب، وكذلك المجنون والصغير والذي ليس عنده عقل ولا إرادة ولا اختيار، هذا أيضا لا يعذب، إنما يعذب من فعل المعاصي باختياره وإرادته ومشيئته، وهو يقدر على تركها لو أراد، فهذا عدل منه سبحانه وتعالى أنه يعذبهم بأفعاله، ولكنه قدرها عليهم لحكمة منه سبحانه وتعالى، فهي بقضاء الله وقدره وهي بأفعالهم وإرادتهم، فهم من هذه الناحية يعذبون على أفعالهم وعلى إراداتهم، وأما القضاء والقدر فهذا من شأن الله سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، إنما يسألون عن أفعالهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولو كان القضاء والقدر حجة لأحد لكان حجة لإبليس، فإن إبليس احتج بالقضاء والقدر ولم ينفعه ذلك، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هذا ليس حجة، وإنما لو تاب إلى الله ورجع تاب الله عليه، لكنه لم يتب، بل إنه احتج بالقضاء والقدر. وآدم عليه السلام لما عصى اعترف بذنبه وتاب إلى الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، آدم لم يحتج بالقضاء والقدر، بل أرجع اللوم إلى نفسه واعترف بذنبه فغفر الله له، فهذا هو واجب العبد، أنه إذا أذنب وأخطأ يرجع على نفسه باللوم ويتوب إلى الله عز وجل، لا أنه يحتج بالقضاء والقدر، هذه طريقة إبليس ولم تنفعه، بل زادته من الله بعدا ولعنة، هذا هو الواجب على العبد، أنه يعمل الطاعات والحسنات ويترك السيئات، وإذا وقع في شيء من الذنوب والمعاصي فعنده باب التوبة يتوب إلى الله، لا أنه يحتج بالقضاء والقدر، هذا لا يجزيه شيء، بل الذي يجزيه أنه يعترف بذنبه ويتوب إلى ربه، والله يتوب على من تاب، الله ما أغلق الباب دونه، فتح له الباب وأمره بالتوبة ووعده أن يتوب عليه وأن يمحو عنه الذنوب، فإذا أذنب واحتج بالقضاء والقدر أضاف ذنبا إلى ذنب، وإذا أذنب وتاب إلى الله فإن الله يتوب عليه، هذا هو واجب العبد في هذه القضية العظيمة، ولا يدخل الإنسان في السؤال عن القضاء والقدر لأنه لن يصل إلى نتيجة، لأنه سر، القضاء والقدر سر، سر الله جل وعلا في خلقه، فلا يخاصم ربه ويدخل مع الله في جدال، بل يرجع إلى العمل الصالح والتوبة من الذنوب، هذا شغله الذي ينفعه ويجديه، العمل الصالح والتوبة من العمل السيء، وأما تساؤلاته عن القضاء والقدر ولماذا ولماذا فهذا لن يغني، لن يجديه شيئا ولن يصل إلى نتيجة، لأن الله أخفى هذا الشيء عن عباده، هذا هو الواجب. نعم. باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله
ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن. هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما بلغه ظهور القدرية الذين ينكرون القدر حلف بالله فقال والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم أي الذين ينكرون القضاء والقدر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب الجبل العظيم والذهب أنفس الأموال وأنفقه في سبيل الله لطاعة الله الجهاد في سبيل الله أعظم المصارف في سبيل الله. ثم جحد القضاء والقدر لم يقبل. هذا دليل على كفر منكر القضاء والقدر وأن ذلك يحبط أعماله يحبط أعماله الصدقة وغير الصدقة. ثم ابن عمر لم يأتي بهذا من عنده استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. هذا هو الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر خيره وشره عده من أركان الإيمان الست تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فمن جحد القضاء والقدر فهو كمن جحد اليوم الآخر وكمن جحد الرسل وكمن جحد الكتب وكمن أنكر الله جل وعلا ولم يؤمن به أن تؤمن بالله هذا أول شيء فالذي لا يؤمن بالقضاء والقدر لا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ولا مؤمنا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إذن ماذا بقي له ما بقي له إيمان. نعم. وجه الشاهد من قول ابن عمر واستدلاله بهذا الحديث وجه الشاهد أن من أنكر القضاء والقدر حبط عمله وأنه منكر لركن من أركان الإيمان. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. هذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحد السابقين الأولين إلى الإسلام كان في سياق الموت رضي الله عنه فجاءه ابنه فقال يا أبت أوصني قال أجلسوني فأجلسوه رضي الله عنه فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه حديث عبادة هذا رضي الله عنه فيه أن من لا يؤمن بالقضاء والقدر لا يجد طعم الإيمان فيه نفي الإيمان عمن لم يؤمن بالقضاء وطعم الإيمان هي الراحة التي يجدها المؤمن الراحة القلبية والطمأنينة النفسية التي يجدها المؤمن عندما يصيبه شيء فإنه لا يكترث بل يعلم أن هذا قضاء وقدر فيرضى بذلك ويسلم. هذه فائدة الإيمان بالقضاء والقدر أن من آمن به وجد طعم الإيمان وهي الطمأنينة والراحة النفسية وأنه يصبح
مطمئن القلب قرير العين، إن أصابه سر شكر وإن أصابته ضر صبر لإيمانه، فلا يضطر عند النعمة ولا يكفر عند النقمة، طمأنينة ثابتة في قلبه. هذه فائدة الإيمان بالقضاء والقدر. ومفهوم ذلك أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يفقد هذا الطعم وهذه الطمأنينة، بل يصبح في قلق وفي هم وفي غم وحزن، لا يشكر عند نعمة ولا يصبر عند نقمة، لأنه مضطرب الاعتقاد مضطرب القلب. ثم استدل عبادة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة الصحابة والراسخين في العلم، أنهم يذكرون الدليل على ما يقولون ولا يأتون بشيء من عند أنفسهم. نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، والقلم مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، خلقه الله للكتابة، يكتب بأمر الله. فأول ما خلقه الله قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فهذا فيه دليل على أن كل شيء يحدث في هذا الكون من أوله إلى آخره أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وأنه ليس اعتباقا، وإنما هو شيء مقدر سابق مكتوب لا بد من وقوعه، شئنا أم أبينا. ولو اتخذنا جميع الاحتياطات لمنعه ما قدرنا، المقدر لا بد أن يقع. فإذا آمنت بذلك اطمأنت نفسك وارتاح ضميرك وزاد يقينك بالله عز وجل. فهذا فيه أن القلم مخلوق وأنه كتب بأمر الله. ولكن ما معنى قوله: أول ما خلق الله القلم؟ هل القلم هو أول المخلوقات؟ هل ظاهر الحديث إذا روي: أول ما خلق الله القلم، يكون مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، أول ما خلق الله القلم، أول مبتدأ والقلم خبر، فيكون على هذا القلم هو أول المخلوقات. وأما على قراءة أول ما خلق الله القلم قال لا أكتب، فهذا فيه أن الله أمر القلم حينما خلقه قال له اكتب، وليس هو أول المخلوقات، بل المراد الإخبار بأن الله أمر القلم بالكتابة أول ما خلقه، فيكون ليس هو أول المخلوقات، ويكون الكلام جملة واحدة: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذه جملة واحدة. أما على الرواية الأولى: أول ما خلق الله القلم، هذه جملة مستقلة، قال له اكتب، هذه جملة ثانية. وعلى التقرير الثاني: الكلام كله جملة واحدة، أول ما خلق الله القلم، وفي رواية: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جملة واحدة. فيكون المعنى أن الكتابة زامنت خلق القلم، وليس معناه الإخبار أن القلم أول المخلوقات، بل أول المخلوقات هو العرش، كما قال سبحانه وتعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش سابق لخلق السماوات والأرض وسابق لخلق القلم. فأول ما خلق الله العرش قبل السماوات وقبل والأرض وقبل الكتابة،
وكان عرشه على الماء. وفي الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بالكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. هذا في الحديث الصحيح، دل الحديث على أن القلم على أن العرش قبل السماوات والأرض، وأن السماوات والأرض قبل القلم. هذا ما تدل عليه الأدلة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمدان. والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، تعقبت إيجاده، كتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده، يعني إيجاد القلم. هذا معنى قوله إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فالمراد أن الله لما خلق القلم أمره بالكتابة مباشرة، تعقبت إيجاده من غير فصل زمان بين خلق القلم وبين الكتابة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح. نعم. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول عبادة بن الصامت لابنه، نعم، يا بني، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه مثل ابن عمر، لما ذكر وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن أحدا لا يجد طعم الإيمان إلا إذا آمن به، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يؤمن بهذا فليس مني. هذا فيه أن الرسول تبرأ لمن لم يؤمن بالقضاء والقدر، ومن تبرأ منه الرسول فهو كافر. نعم. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن وهب صاحب الإمام مالك رحمه الله، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهذا نوع آخر من أنواع الوعيد على من أنكر القضاء والقدر، أن الله يحرقه بالنار. نعم. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، هذا ابن الديلمي عبد الله بن فيروز الديلمي، نسبة إلى الديلم، جبل الديلم بالمشرق، وكان فارسيا هاجر أبوه إلى اليمن، أبوه فيروز هاجر إلى اليمن، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وأسلم. فلما ظهر الأسود العنسي الذي يدعي النبوة باليمن قتله فيروز رضي الله عنه، قتل الأسود العنسي أبو فيروز أبو عبد الله. نعم. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب، أبي بن كعب من سادات الأنصار رضي الله عنه وهو أقرأ الصحابة لكتاب الله. نعم. أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. نعم. فقال، يعني يحس في نفسه شيء إشكال، يحس في نفسه إشكال في شأن القضاء والقدر، ولم يتكلم به. هذا شأن أهل العلم وأهل الإيمان، أنهم إذا حس في أنفسهم شيء لا يتكلمون به، بل يسألون أهل العلم. نعم. ويلتمسون له الشفاء من الهواجس والشكوك، يلتمسون لها الشفاء من كتاب الله وسنة رسوله وسؤال أهل العلم، ولا يتكلمون في المجالس ويخوضون على غير بصيرة كما يفعل بعض المغرورين، إنه كل ما هجس في نفسه هواجس راح يطلعها ويقول حرية الرأي وحرية الكلمة، ويتكلم في شرع الله وفي
دين الله بغير علم. نعم. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. شوف، هذا مثل كلام ابن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبله الله منك. كلام أبي بن كعب وكلام ابن عمر تطابقا في أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر يحبط عمله. ولو أنفق مثل أحد ذهب، هل هنا أحد ينفق مثل أحد ذهب؟ لكن هذا من باب ضرب المثال. إن هالمال الكثير النفيس لو أنفق في سبيل الله ما نفع صاحبه وهو لا يؤمن بالقضاء والقدر، بل يحبط عمله. نعم. حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا قلت ما هم، ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ هذا تفسير جاء في الحديثين الذي مر وهذا الحديث. هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصيته له، لما أوصى ابن عباس قال له: يا غلام احفظ الله، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، وإلى أن قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس. وهذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لا بد أنه يصيبك ما دام أنه مقدر، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو أنك فعلت كل الأسباب تبي تحصل شيء وهو ما قدر، ما يمكن أبدا. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تتأسف تقول: والله راح هالشيء ما أمكنت وما حصلته. أبدا، هذا قضاء وقدر، لو هم قدر لك حصلته. نعم. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. هذا بعد من الأدلة على كفر، على كفر منكر القضاء والقدر، وأن من مات على إنكار القضاء والقدر صار من أهل النار. هذه ألفاظ متضافرة في هذه الأحاديث تدل على أن إنكار القضاء والقدر كفر، لا يؤمن، لا يجد طعم الإيمان، أحرقه الله بالنار، فليس مني، كلها ألفاظ تدل على كفره. نعم. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أربعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم تطابقت أقوالهم وفتواهم: أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، حذيفة بن اليمان، كلهم توافقوا على هذه الفتوى. وقبلهم ابن عمر وعبادة ابن الصامت رضي الله عنه، تطابقت أقوالهم، وهم من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. وهذا فيه دليل على مسألة عظيمة، وهي أن من أشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم، ما يرجع إلى المتعالمين وإلى الجهال، أو يرجع إلى أهل الضلال ويسألهم، بل يسأل أهل العلم الراسخين الأتقياء. فهؤلاء ذهبوا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم أهل زمانهم وأتقى أهل زمانهم. فالأولان ذهبا إلى ابن عمر، جاء من العراق إلى ابن عمر يسألون في مكة، فقال: والذي نفسي بيده، إلى آخره مما مر. وهذا عبد الله بن فيروز يسأل هؤلاء الصحابة الأجلة، فدل على أن أصول الإيمان وأصول العلم وأصول الدين أمر مهم يرجع فيه إلى أهل العلم وإلى الأكابر من أهل العلم والرسوخ في العلم، ولا يرجع فيه إلى الجهلة أو إلى المتعالمين أو إلى علماء الضلال وعلماء الزيغ
فلا يرجع إلى هؤلاء في هذه الأمور المهمة. والآن نجد أن طائفة من المتعالمين صاروا يجترون مسائل الإيمان ويناقشونها ويألفون فيها مؤلفات، هل العمل من الإيمان أو خارج الإيمان أو فهذا من الضلال، هذا من الضلال ومن مبادئ الشر. الواجب الرجوع إلى كتب أهل العلم القديمة والرجوع إلى أهل العلم والرسوخ في العلم في هذه المسائل، وألا نجعل مسائل العقيدة ومسائل الإيمان قلوكة في ألسن الناس يتلاوكونها بالمجالس، هل الأعمال من الإيمان أو هي خارج الإيمان أو هي شرط في الإيمان أو إلى آخره، هل الإيمان هو التصديق أو الإيمان، كل هذه أمور لا يجوز الخوض فيها لأنها أمور مفروغ منها ومدروسة ومسجلة في كتب أهل العلم، فلا يجوز لنا الآن أننا نجعلها مجالا للتساؤلات والتشكيكات ونسأل فيها ما هب ودب. نعم. قوله باب ما جاء في منكر القدر. نعم. أي من الوعيد. نعم. قوله قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده، حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم يزعمون أن لا قدر، لأن يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم يعني يدعون العلم ويزعمون أن لا قدر، يعني متعالمين لم يتمكنوا من العلم ومع هذا يتكلمون في أمور عظيمة يتهيب الكلام فيها الراسخون في العلم، وهؤلاء يتخوضون فيها، وهذه علامة الضلال والعياذ بالله وقلة الحياء من الله سبحانه وتعالى، أن إنسانا مبتدئا في طلب العلم يخوض في مسائل عظيمة من أصول العقيدة. نعم. إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، وأن الأمر أنف يعني ما قدر فيما سبق، وإنما هو أمر حادث جديد لم يسبق أنه قدر. نعم. فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، كما تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلمون يتبرؤون ممن تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله تبرأ ممن ينكرون القدر فنحن نتبرأ منهم. نعم. فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. نعم. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم. فمن لم يؤمن بالقدر فإنها تحبط أعماله، هذا دليل على كفره لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. أرأيت لو أنه أنكر الرسل قال ما في رسل يكون مؤمنا؟ لا، كذلك إذا أنكر القدر، لأن القدر ركن من أركان الإيمان كما أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان. نعم. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا من العجيب أنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ما عليه غبار علامات السفر،
ومع هذا ما يعرفه منا أحد. لو كان من أهل البلد عرفنا، هذا دليل على أنه جاي من بعيد، لكن لم يضع عليه أثر السفر، فتعجبوا من ذلك. نعم. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا في بيان أداب طالب العلم أمام المعلم، وأنه يجلس بأدب ويسأل المعلم بأدب. هذا جبريل جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس المتعلم ليعلم أصحابه كيف يطلبون العلم. نعم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام وهي الأعمال الظاهرة، هذه الأعمال الظاهرة خمسة أركان. نعم. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا عجب ثاني أيضا من هذا الرجل، هو جاء يسأل ويقول للرسول صدقت، هذا دليل على أنه عالم، لأنه لو لم يكن عالما لم يقل للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت. نعم. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. الإيمان يتكون من هذه الأركان الستة، وآخرها أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ولا بد من اجتماع أركان الإيمان وأركان الإسلام، فلا يكون الإنسان مسلما حتى يكون مؤمنا، ولا يكون مسلما حتى يكون، لا يكون الإنسان مسلما حتى يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما. لا بد من اجتماع الأركان الظاهرة مع الأركان الباطنة. نعم. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو المرتبة العليا، أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان هو أعلاها، هذه درجة المقربين، أن تعبد الله كأنك ترى على اليقين التام، كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنك تعبده على أنه هو يراك فتخافه وتخشاه. نعم. قال صدق. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني قيام الساعة متى. أخبرني عن الساعة يعني عن وقت قيامها. قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها وهو الرسول بأعلم من السائل وهو جبريل. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة والرسل كلهم لا يعلمون قيام الساعة، يعني وقته، لا يعلمون وقت قيام الساعة، لأن هذا مما اختص الله تعالى بعلمه. نعم. قال فأخبرني عن أماراتها، العلامات التي إذا وقعت تدل على قربها، وهذه يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمها أهل العلم كما بينها لهم رسول الله، كما قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، فلها علامات في آخر الزمان يعرفها الناس ويعرفون بها قرب قيام الساعة. نعم. قال أن تلد الأمة ربتها، هذه علامة، أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، تلد المملوكة مالكتها سيدتها، كيف يكون ذلك؟ قال بعضهم معنى ذلك أنه يكثر العقوق في آخر الزمان فتصبح البنت كأنها سيدة لأمها في العقوق والتكبر والتعالي عليها. وقال بعضهم إن معنى هذا أنه يفشو التسري في آخر الزمان، تملك المملوكات، حتى يطأ السيد أمته فتلد منه بنتا، فالبنت تكون سيدة لأمها لأن أمها مملوكة وهي البنت حرة،
البنت حرة، فتكون البنت حرة والأم مملوكة، هذا معنى تلد الأمة سيدتها. نعم. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم نعم، هذا والله أعلم قد وقع الآن، وهو انتشار العمران في الأرض، وأن البادية والأعراب استوطنوا المدن وصاروا يبنون العمارات والأدوار الشاهقة، وهم كانوا في الأول رعاة يتبعون الأغنام ويسكنون بيوت الشعب، الآن استوطنوا المدن ودخلوا في التجارات والوظائف وصاروا يبنون العمارات الشاهقة، وهم في الأول أعراب بدوا رحل، هذا والله أعلم أنه ظهر الآن كما ترون. نعم. قال فانطلقنا. نعم أعدادي. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم. قال فانطلق فلبثنا مليا، طلع من عندهم، قام الرجل هذا وخرج من عندهم، فلبثوا مليا أي وقتا، ثم قال أتدرون من السائل؟ قل الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أنه قال أطلب الرجل، فخرجوا يطلبونه فلم يجدوا، فقال إنه جبريل، وجبريل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، لا يأتي إليه بصورة ملك، لأن خلقة الملائكة عظيمة لا يطيق البشر رؤيتهم، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته إلا مرتين، مرة في بطحاء مكة، ومرة ليلة المعراج حينما عرج به إلى السماء. نعم. قال فانطلق فلبثنا مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الشاهد منه أن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، لكن الشاهد منه للباب أنه ذكر أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة. نعم. قوله عن عبادة بن الصامت حديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله، قال حدثنا الحسن ابن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب ابن زياد قال حدثني عبادة ابن الوليد ابن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، قال أجلسوني، ثم قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر، وأما ثمرته ففي قوله تجد طعم الإيمان، يعني الراحة والطمأنينة وعدم القلق في هذه الحياة. الذي يؤمن بالقضاء والقدر لا يهمه ما يحدث من المكاره والمصائب، لأنه يعلم أنها بقضاء الله وقدره. نعم. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه أحد مراتب القدر، وهو الإيمان بالكتابة، أن ما يجري كله مكتوب في اللوح المحفوظ بأمر الله جل وعلا. نعم. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. هذا دليل على أن من أنكر القضاء والقدر أنه من أهل النار، وأن من تاب إلى الله، لو أن أحدا من القدرية تاب إلى الله قبل الموت تاب الله عليه. نعم. رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح، وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله وإحاطته بما كان ويكون،
نعم، لأن الله علم ما كان وما يكون ثم أمر القلم فكتبه، فكيف يأمر القلم بكتابة شيء لم يعلمه سبحانه وتعالى؟ نعم. كما في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الآية. نعم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذا فيه دليل على أن الأراضين سبع، يتنزل الأمر بينهن، أمر الله جل وعلا القضاء والقدر، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا فيه مرتبة العلم وأنها محيطة بكل شيء مما جرى وما يجري إلى أن تقوم الساعة. نعم. والآيات في إثبات القدر كثيرة. نعم. وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم كما في الآية: ما دام أن الله علم هذه الأشياء فهو قدرها سبحانه، فيلزم من إنكار القدر إنكار العلم، علم الله، ويلزم من إثبات العلم إثبات القدر، فمن أنكر القدر فقد أنكر العلم، ومن أقر بالعلم وأنكر القدر فهو متناقض، فلا بد من إثبات الأمرين العلم والقدر. نعم. قال الإمام، ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، يعني ناظر القدرية بالعلم، يعني احتجوا عليهم بالعلم، فإن آمنوا به فإن نفوه كفروا، إن نفوا علم الله كفروا، وإن أقروا به خصموا. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، القدر قدرة الرحمن. نعم. وقال بعض الأئمة في نفاة القدر، هو الشافعي رحمه الله، نعم، ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. إن أقروا بأن الله علم كل شيء يلزمهم أن الله قدر كل شيء، وإن نفوا علم الله بكل شيء كفروا بالله عز وجل. نعم. قوله في المسند والسنن عن ابن الديلمي: هو أبو يسر بالسين المهملة والباء هو أبو بسر بالسين المهملة والباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله ابن فيروز. ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه. وعبد الله بن فيروز هذا أحد كبار التابعين، وأبوه فيروز الديلمي صحابي جليل، وهو الذي قتل الأسود العنسي. نعم. ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نعم، لأنه يعذبهم على تقصيرهم، لأن أحدا لا يقوم بشكر الله عز وجل على نعمه مهما عمل من الطاعات، مهما عملت من الطاعات فإنها لا تقابل نعمة واحدة من نعم الله عليك، ولكن الله يتفضل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، فيدخل المحسنين الجنة بفضله سبحانه وتعالى لا بأعمالهم، أعمالهم ما تواجه شيء من نعم الله عليهم، لو حاسبهم الله على النعم ما قابلت أعمالهم نعمة واحدة من نعمه سبحانه وتعالى، ولكنه يدخلهم الجنة بفضله، والعمل الصالح سبب لدخول الجنة فقط. نعم. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم بلا شك. نعم. ولو انفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. نعم، هذا فيه دليل على أن إنكار القدر يحبط الأعمال، دل على أنه كفر. نعم. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا تفسير الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. لو مت على غير الإيمان بالقضاء والقدر صرت من أهل النار، هذا دليل على كفر منكر القضاء والقدر. نعم. فأتيت عبد الله ابن مسعود فقال مثل ذلك، سأله مثل ما سأل أبي بن كعب، فقال الجواب طابق جواب أبي بن كعب. نعم. ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فقال مثل ذلك،
قال مثل ما قال أبي ومثل ما قال ابن مسعود. ثم أتى زيد بن ثابت فسأله فقال مثل ما قاله الثلاثة، أربعة صحابة من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جوابهم في هذه المسألة واحد. وقبلهم ابن عمر خامس. نعم. ثم أتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم. فأخرجه ابن ماجه. نعم. هذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار. نعم، مذهب الخوارج، شاركوا الخوارج في تكفير أصحاب الكبائر تخليدهم في النار. وأهل السنة كما تعلمون يقولون أصحاب الكبائر دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإذا عذبهم فإنه لا يخلدهم في النار. نعم. وهذا ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع، وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تعالى وتقدس. نعم. زادوا المعتزلة أيضا على شرهم وإنكارهم للقدر وتخليد العصاة من المؤمنين في النار، زادوا على هاتين الجريمتين ما هو أعظم منهما، وهو إنكار أسماء الله وصفاته، فهم أخذوا هذا عن الجهمية. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى بيان كيفية الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذه كيفية أو معنى الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. ثمرته أنك تجد حلاوة الإيمان، هذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. الثانية بيان كيفية الإيمان. نعم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. أي نعم، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبله الله، هذا دليل على حبوط أعمال القدرية. نعم. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. نعم، أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وهو الطمأنينة والراحة النفسية والرضا عن الله إلا إذا آمن بالقضاء والقدر، أما إذا لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه سيكون في قلق وفي هم وفي اضطراب في هذه الحياة وفي خوف دائم. نعم. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. أي نعم، وهو القلم، وهل هو أول المخلوقات أو قبله العرش؟ على قولين كما سبق، وهذا لا يفيدنا يعني شيء أن ندري ما هو أول المخلوقات، لا يفيدنا شيء، ولكن من باب العلم والجمع بين الروايات فقط. وإلا حتى لو علمنا لو لم نعلم ما هو أول المخلوقات ما ضرنا شيئا، لأن هذا ليس عمليا تعمل عليه. نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، أن القلم في تلك الساعة التي أمره الله كتب كل شيء، قال من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى أنه في ساعة واحدة كتب كل ما يجري. والساعة ليس المراد بها المعروفة الآن 60 دقيقة، مراد بالساعة الجزء من الزمن، القطعة من الزمن، هذه الساعة. نعم. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم، أن الرسول تبرأ ممن لم يؤمن بالقضاء والقدر، فهذا دليل على كفره أو على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة في سؤال العلماء. نعم، هذه العادة العظيمة، أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء خصوصا في المطالب الكبار والمسائل العلمية العظيمة أنه ما يذهب إلى ما هب ودب أو يتكلم هو من عنده، وإنما يذهب إلى الراسخين في العلم ويسألهم عما أشكل عليه، والآن تجدهم يتخوضون من صغار الطلبة يتخوضون في المسائل الكبار في مجالسهم ويسألون من لا علم عنده، ويحصل عندهم
خلق عجيب في هذه المسائل، ويتراشقون بالكلام ويتردون ويبدع بعضهم بعض، ولو رجعوا إلى أهل العلم وسألوهم لاستراحوا من هذا العناء. نعم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، هذا هو الشفاء، أن العلماء لا يفتون من عند أنفسهم، وإنما يرجعون إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يتكلم مع سنة الرسول. المؤمن خلاص ينتهي إذا بلغته سنة الرسول، ينتهي إذا كان في قلبه إيمان. نعم.